حاجات جميلة قوي. قصر السيسي في العاصمة الإدارية إيش خيال يا ناس؟ جناين إيه؟ خضرة إيه؟ مساحات إيه؟ وبراح إيه بقى؟ ومباني إيه؟ وتشطيبات إيه؟ وهقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، ما تيجي تشوف. ما خلونا نشوف كده، في ساحة ليك أنت اسمها ساحة الشعب، نشوفها كده. حدائق الشعب او حدائق القصر الرئاسي، اسمه حدائق الشعب لانه موجود قدام ساحه الشعب مباشره من اتجاه الجنوب، وهو يعتبر شمال القصر الرئاسي. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي بوابه القصر الرئاسي بشكل القرص الشمسي المجنح. ده كده القصر الرئاسي يعتبر جنوب حدائق الشعب او حدائق القصر الرئاسي، فمن هنا جت التسميه ان هو اسمه حدائق الشعب بالنسبه لساحه الشعب، وحدائق القصر الرئاسي نسبه للقصر الرئاسي الموجود. طبعا حدائق القصر الرئاسي دي عباره عن سلسله من الحدائق ممتدة من الشرق للغرب على محور الوزارات قدام منطقة البنوك وقدام منطقة الوزارات وساحة الشعب وهيئة الرقابة الإدارية. ده من اتجاه ده كده يعتبر شمال حدائق المكان اللي احنا موجودين فيه، ومن الجنوب على طول يعتبر موجود القصر الرئاسي. من ما شاء الله كل يوم بيتطور، كل يوم بيضاف له لمسة جديدة. الشمس ما عادش ضربة في وشنا من ناحية، فالكاميرا التصوير مش هيكون أحسن حاجة. يعني هنا في اتجاه الغرب زي ما حضراتكم شايفين المكان ده، أنا جاي من ناحية دي من اتجاه الغرب كده قدام مننا القصر الرئاسي مباشرة. الأرضية زي ما حضراتكم شايفين كده عبارة عن حجر بازلت بالإضافة للرخام يمين وشمال حجر بازلت. المكان شكله كويس جدا وشكله جميل جدا، وإضافة للعاصمة الإدارية الجديدة اللي هتكون فيها المساحات الخضراء كبيرة بالإضافة للنهر الأخضر. النهر الأخضر طبعا شرحناه في أكتر من فيديو، الناس ممكن تتابع معانا الفيديوهات القديمة هتلاقينا إن في حاجة في العاصمة الإدارية اسمها النهر الأخضر، عبارة عن سلسلة من الحدائق جاية من غرب المدينة لحد شرق المدينة وممتدة معانا بمساحات كبيره جدا، وفيها جميع الانشطه الترفيهيه اللي هتكون موجوده والرياضيه والثقافيه، تكون حاجه جميله جدا على تليق باسم العاصمه الاداريه الجديده. ده كده ميدان كبير جدا موجود قدام بوابه القصر الرئاسي زي ما حضراتكم شايفين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في قناه المهندسين الوطنيين، معاكم المهندس حسين الفيسي، وجوله جديده من جولاتنا في العاصمه الاداريه الجديده. النهارده 10 مايو 2022، زي ما حضراتكم عارفين ان احنا بنوثق كل جديد في العاصمه الاداريه الجديده، وبنتابع كل التطورات والاحداث اللي بتحصل في العاصمه الاداريه الجديده. زي ما حضراتكم شايفين كده المكان اللي انا واقف فيه ده صورته قبل كده، هو كان لسه صحراء، اسمه حدائق الشعب او حدائق القصر الرئاسي. اسمه حدائق الشعب لانه موجود قدام ساحه الشعب مباشره من اتجاه الجنوب، وهو يعتبر شمال القصر الرئاسي. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي بوابه القصر الرئاسي بشكل القرص الشمسي المجنح. ده كده القصر الرئاسي يعتبر جنوب حدائق الشعب او حدائق القصر الرئاسي، فمن هنا جت التسميه ان هو اسمه حدائق الشعب بالنسبه لساحه الشعب، وحدائق القصر الرئاسي نسبه للقصر الرئاسي الموجود. طبعا حدائق القصر الرئاسي دي عباره عن سلسله من الحدائق ممتده من الشرق للغرب على محور الوزارات قدام منطقه البنوك وقدام منطقه الوزارات وساحه الشعب وهيئه الرقابه الاداريه. ده من اتجاه ده كده يعتبر شمال حدائق المكان اللي احنا موجودين فيه، ومن الجنوب على طول يعتبر موجود القصر الرئاسي علشان الناس تبقى عارفه احنا موجودين فين بالظبط. المكان مفتوح للجميع، واي حد ممكن يدخل المكان هنا ويصور عادي ويزور المكان، مفيش اي مشكله لأي حد يعني عادي، عشان أنا عارف إن في ناس هتتفلسف وتقول حدائق الشعب إزاي ده هو قدام القصر الرئاسي. لا، هو المكان هيكون مفتوح للجميع، مفيش أي مشكلة خالص، أي حد بعد كده ممكن يجي يزوره، أي حد ممكن يدخل سلسلة الحدائق اللي موجودة دي، بدليل إن هم عاملين كمية كافيهات ومطاعم ومباني تجارية. هوريها لكم دلوقتي إن شاء الله، خليكم معانا في الفيديو وهوريكم الكلام ده كله. أنا برد على مقدما عشان انا عارف ان في ناس هتتكلم الكلام ده وتقول حدائق الشعب ازاي، هو فين الشعب، هو فين مش عارف ايه. لا، احنا موجودين على الطبيعه اهوت وبنصور، ومفيش حد يتكلم معانا خالص، واللي عايز يجي يزور المكان في اي وقت يجي يزوره بدون اي مشاكل خالص، ومش هتلاقي اي مشكله. قدام مننا دلوقتي البهو الفرعوني او النصب التذكاري، زي ما حضراتكم عارفين صورناه بالليل وصورناه بالنهار، صورناه والاضاءه شغاله فيه، الناس ممكن ترجع للفيديو بتاعه. وكنا